سادة المشاهدين أهلا بكم. النهاردة طبعا اتقبض على محمود عزت، يعتبر أخطر رجل في التنظيم كان موجود خارج السجن، واتقبض عليه في التجمع الخامس. كان موجود داخل مصر 7 سنوات، استطاع أن يتخفى عن أجهزة الأمن لمدة 7 سنوات. الصحافة بتسأل والناس بتسأل، يعني وضع الإخوان إيه ورايح على فين؟ يعني طبعا احنا بنقدر بنتكلم بنحاول نحل الاحداث، انما يعني في النهايه المستقبل هو غيب، ولكن بنستخر الاحداث. هو السؤال، هل هذه المره زي 48 وبعدين طلعوا من السجن موافقات سياسيه او ابراهيم عبد الهادي، وبعدين دخل 54 وطلعوا تاني 65 وطلعوا تاني في السبعينات 81 دخلوا شويه كده، مش كلهم يعني، بعضهم دخل السجن وحصل توقف للنشاط وبعد كده رجعوا تاني بقوة، وكان بيتسجنوا خفافي كده في ايام حسني مبارك 20 30 واحد الشاطر، ما اعرفش ايه قضية سلسبيل 92، مش عارف قضية 95، وبعض الاعتقالات كده طلبة الجامعة والنقابات وحاجات زي كده صغيرة، وفي النهاية كانوا موجودين، خدوا البرلمانات وخدوا نقابات وخدوا حتى نوادي اعضاء هيئه التدريس الاتحادات الطلابيه فتره من الفترات كانوا مسيطرين عليها كلها. طيب دخلنا على 2011، وصلوا للحكم محمد مرسي، الشورى، البرلمان، والمغرب كانوا موجودين برضو، النهضه رقم 2 وبعدين بقوا رقم 1، يعني المغرب موجودين. ايه هو مستقبل التنظيم ورايح على فين؟ اعتقادي الشخصي إن المرة دي مختلفة عن المرات السابقة بشكل كبير. العولمة، التكنولوجيا، فيديوهات اليوتيوب، من الصعب تغيير الوعي أو تغييبه، لأن المشاهد كانت حاضرة والناس فاكرة الأحداث والفيديوهات موجودة والأطراف ما زالت عايشة لعصرة هذه الأحداث السياسية. هم يعني ارتكبوا أخطاء سياسية فادحة في مصر أوصلتنا إلى هذا الحال، وهم يعني بشكل أو بآخر أنا شايف إن مصر أو الوطن العربي أو العالم الإسلامي كله تضرر بفكرة الإسلام السياسي، وتخلف عن فكرة الحداثة والأيديولوجيا اللي هم أصلوها على مدار يعني 9 قرون. إحنا بنتكلم عن 90 سنة دلوقتي، يعني فاضل لهم 8 سنين ويكملوا قرن من الزمان. طيب محمود عزت تأثيره على التنظيم، طبعا معظم مكتب الإرشاد داخل السجن، إذا كان شاطر، إذا كان بديع، إذا كان دخل لهم محمود عزت، يعني معظم مكتب الإرشاد، يمكن ما عدا يحيى حامد ده موجود بره، محمود حسين موجود بره، دول يعني يعتبروا من أعضاء يعني من مكتب الإرشاد، أو يعني عدد قليل منهم اللي قدر إن هو يمشي قبل الأحداث. بالتأكيد محمود عزت كان بيشغل منصب القائم بأعمال المرشد. طبعا كان مختفي، كان بيتواصل مع حد، بيبعت رسائل مشفرة ايا كانت، وعين ابراهيم منير في سنة 2015 نائبا للمرشد. طبعا هو محمود عزت من اقطاب تنظيم 65، مواليد 44، عنده 76 سنة، دخل من 65 ل 75، كان تقريبا من اواخر اللي خرجوا، ويعتبر من القطبيين او تنظيم سيد قطب، ودخل السجن في سلسبيل 92 ودخل في 95، وبعد كده اعتقد ما دخلش السجن وبقى في مكتب الارشاد، واصبح هو الرجل الاقوى بعد موت الجيل الاول بقى السنانيري والملط ومصطفى مشهور ومأمون الحضيبي. بعد ما مات الجيل الاولاني ده اللي كان ليه زخم حسن البنا، هو بقى ايه في قمه السلطه داخل تنظيم الاخوان المسلمين، او معنى صح القطبيين تسلموا السلطه من البناويين بتوع البنا. يمكن اخر البناويين كان مهدي عاكف، وكان برضو مش مسيطر قوي. محمود عزت كان عامل حاجه اسمها تنظيم خاص جوه التنظيم الخاص، كان عامل حاجه اسمها تنظيم النقباء. النقباء دول الاخوان عندهم 7 رتب: محب، مؤيد، منتظم، منتسب 1، منتسب 2، عامل، نقيب. 7 رتب. بداية التصويت الداخلي أول الانتخابات من عامل، بتدفع اشتراك مالي، ممكن منتسب، يعني ممكن أنت منتسب أو مؤيد ياخدوا منك اشتراك مالي، ولكن ليس لك حق التصويت أو الترشح إلا أنت في رتبة إيه؟ عامل. وناس كتير جدا كانوا يشغلوا رتبة عامل وموجودين في أعضاء مكاتب إدارية وبيترشحوا في انتخابات برلمانية وانتخابات داخل التنظيم، وما كانوش يعرفوا أصلا إن في رتبة أعلى من عامل. هو عمل رتبة خاصة بيه بيعطيها لناس قلائل،
بيكونوا هم دول المسؤولين عن التنظيم الحقيقيين اللي هم بيعملوا التقارير او ما يسمى التوثيق والتضعيف. التوثيق يعني مدى الانضباط والسمع والطاعه والانصياع لاوامر الجماعه، بيبدا يتصاعد تنظيميا ويسمح له بالتقدم. التضعيف يعني ممكن ينزل من رتبه لرتبه بناء على عدم الانضباط او عدم السمع والطاعه. وحتى كان مره الدكتور السيد عبد الستار مليجي كان بيقول ازاي ان هو كان عضو مجلس الشورى وكان بدا يعترض على بعض الحاجات، وفوجئ ان هو حصل انتخابات وما دعوهوش وقالوا نسينا وحاجات زي كده. طبعا ما ننسوش ولا حاجه، هو كل الموضوع ان تم تضعيفه وانزاله من رتبه عامل لرتبه منتسب، وبناء عليه لم يصبح له حق التصويت داخل اروقه الجماعه، مش حق الترشح، حق التصويت اصلا، فما دعيش للانتخابات اللي كان فيها تصويت على صعود مجلس الشورى وما شابه ذلك. مجموعة النقباء دول هم مش كتير، وربما يكون في كل منطقة 2-3، في كل محافظة 30-40-50، أعداد بهذا الشكل. دول اللي كانوا بيشكلوا التنظيم الخاص الحقيقي جوه التنظيم الخاص، جوه تنظيم الإخوان اللي هم كانوا تابعين لمحمود عز. وحتى كان محمد حبيب صرح في تصريحات إن هو إزاي كانوا بيفاجأ بحاجات واتصالات بالخارج، وناس بتوصل للخارج من الاخوان، ولما يقابلهم يقول لهم مين اللي بعتك، يقول له ايه محمود عزت، وهو كان نائب المرشد، وفي وقت من الاوقات كان مهدي عاكف بيبقى عيان او كان مره اعتذر كده في منزله، فكان المفروض اللي بيدير محمد حبيب اللي هو يعتبر نائب الايه الاول للمرشد، والمفروض ان هو قائم بعمل الارشاد، ولكن بيفاجئ ان الامور بتدار من خلف ظهره، لان في هيراركيه حركيه غير هيراركيه الايه التصويت والانتخابات. طبعا الهيراركيه الحركيه، وكان حصل موقف قديم كان حكى الإخوان نقلا عن عمر التلمساني، إن هو إزاي بعت مقال لمجلة الدعوة هو المرشد، كان عمر التلمساني هو الإيه المرشد، وكتب مقال لمجلة الدعوة، وفوجئ لما المجلة انطبعت وقرا المقال لقى المقال اتلعب فيه وتغيرت بعض الحاجات، وغضب جدا وانزعج، ويعني نادى الإيه الراجل اللي هو مسؤول عن التحرير أو رئيس التحرير، وجاب كمال السنديري وبدأ يأنب في الراجل ازاي يتغير مقاله. فقال له والله ده أستاذ كمال ايه هو اللي قال لي، فيكلم كمال السنانيري، فهو راح حتى مكلم رئيس التحرير كمال السنانيري، قال له بشكل واضح، قال له لو عمر التلمساني عطاك أمر وأنا عطيتك أمر هتسمع كلام مين؟ قال له طبعا هسمع كلام حضرتك يا أستاذ كمال. يبقى إذا المرشد ده منصب هيراركية التصويت الداخلي، يعني دلوقتي أنت بتتكلم ايه إن في انتخابات شعبة، بتطلع مكتب شعبة، وبناء عليه بتطلع حاجه اسمها مكتب منطقه، وبناء عليه بتطلع حاجه اسمها مكتب اداري المحافظه. ده بالتصويت بس الرتبه بتعامل، اللي هي رتبه عامل اصلا بتمنح، يعني اصلا حق التصويت في النهايه بيمنح بناء على الانضباط والسمع والطاعه. فبناء عليه انت خدت عضويه عامله فاصبحت داخل اطار السمع والطاعه، بس مفيش مشكله ان احنا ما بيننا كده حاجه كده زي ايران كده، عندهم حاجه اسمها لجنه يعني حمايه الدستور، يعني اصلا بيترشحوا للرئاسه هم بيختاروهم في النهاية 5-6 كلهم داخل المحضن بتاع آية الله الخميني أو محضن الآيات، يعني المهم حاجة كده إيه، مش انتخابات مفتوحة كده على عموم الناس. فبرضو الانتخابات الإخوان كده كلهم أخذوا عضوية عاملة، وبناء عليه كلهم مروا باختبارات وبمراحل انضباط وسمع وطاعة، وبناء عليه بيتم التصويت الداخلي. بس في النهاية أنت مش القيادة الحقيقية، أنت في قيادة سفلة كده ربما الناس ما تعرفهاش، يعني انت مسؤول مكتب اداري، بس في النهايه الهيراركيه الحركيه للنقباء اللي هم يعني لو لم تسمع لهم وتطيع، وممكن يكون عضو مكتب اداري ده او رئيس المكتب الاداري بيقعد في اسره، المسؤول بتاعها يكون نقيب اللي هو ايه له عليه السمع والطاعه، يعني اللي هو مسؤول مكتب اداري بتاع المحافظه بيسمع ويطيع للقياده التنظيميه السريه اللي هي تبع محمود عزت. فانت بتتكلم ان في هيراركيه حركيه وهيراركيه تصويتيه بناء برضو على المنح مش اي حد. فالهيراركية التصويتية جابت محمد بديع مرشد، ولكن الهيراركية الحركية كان على قمتها محمود ايه عزت. وبناء عليه لو بديع قاعد في أسرة إخوانية لها مسؤول هيكون هذا المسؤول محمود عزت، وبناء محمد بديع بيخضع بالسمع والطاعة لمحمود عزت. وانا لما كشفت هذا الامر في 2012 مع ابراهيم عيسى في احد الحلقات، ربما اشاركوا الحلقة يعني في اللينك في الوصف، وكشفت هذا الامر وقلت ان في هيراركيه حركيه، وقلت ان ربما يكون محمد مرسي او مش ربما بالتاكيد محمد مرسي بيجلس في اسره اخوانيه ويخضع بالسمع والطاعه لشخص ربما يكون مثلا
الشيف بتاع المطبخ او ربما يكون السواق بتاع العربيه او اي حد، بس هو في النهايه ده هيراركيته حركيه تسمح له ان هو يكون مسؤول او امير على محمد مرسي اللي هو كان رئيس جمهوريه في هذا التوقيت. وقلت هذا الكلام على الهواء في الاعلام وربما سبب حرج او سبب يعني امتعاض، وكلمني ناس ويعني كان في محاوله اثناء ان انا ما كملش في هذه الحوارات على الهواء، ولكن المهم ايه، فضل الله ومن كان مفوق. فدي الفكره الاساسيه اللي محمود عزت بيمثلها. طب محمود عزت لما بقى دخل السجن وكان بيشغل منصب القائم باعمال المرشد اصبح هذا المكان فارغ، فاما هيتصعد له ابراهيم منير او هيعمله تصويت خارجي. المشكله ان محمود عزت شخصيه قويه جدا والناس قد خضعاه له بشكل او باخر، انما الاثنين القيادتين الموجودين حاليا سواء ابراهيم منير المقيم في لندن والقائم باعمال او نائب المرشد او محمود حسين امين عام اللي موجود في تركيا عليهم تمردات ضخمه جدا وفي حاله انشقاق في الخارج، ومحمود حسين اوجهوا له تهم ماليه عن موضوع اداره اموال الاخوان بشكل ربما غير لا يتسم بالرشد او في محاباه او في حاجات زي كده. وابراهيم منير طلع صمت ليه ما تم التهمات، يعني كان من ضمن تلميح بتهم اخلاقيه وهددوا ان هو ايه، ان هو لو اتكلموا عنه تاني ان هو ايه، قال وان عدتم عدنا، وفعلا ما عادوش. يعني هو هدده بتهديد ان هو هيكشف امور ربما، واتهمه ان هو طبعا زور الانتخابات الداخليه بتاعت الاخوان سواء الاخوان في قطر او الاخوان في تركيا المصريين. يعني ايضا التنظيم الدولي هو انفرط عقده، بس سينفرط اكثر، سينفرط اكثر عقده مع غياب حتى محمود عزت ككيان كان موجود ربما خارج السجن فاصبح غير موجود. فهم القيادات الحاليه غير قادره على السيطره على اطراف التنظيم الخاص، التنظيم العالمي بقى اذا كان همام سعيد في الاردن او مش عارف اذا كان بتوع المغرب او بتوع الجزائر او بتوع تونس بتوع النهضه راشد غنوشي وغيره، كل دول هم حتى من فتره كان بداوا يعلنوا ايه انفصالهم عن التنظيم المصري، ايه يقولوا بقى احترامهم للمبادئ البنا الافكار البنا هذا الكلام. المشكله بقى يعني انا اعتقادي ان الاخوان في الهبوط يعني في النزول، ولكن المشكله ان اذا كان التنظيم ركب الزحليقه يعني ربما الناس اللي موجوده دي تنتهي اعمارها وينتهي معهم التنظيم، ولكن المشكله ايديولوجيا، الايديولوجيا اللي تركوها وتمددت ايديولوجيا بقى فكره ايه، ان الاسلام شامل وان الاسلام يعني تفصيلي وان في شريعه مفصله وفي قوانين مفصله لكل شيء. هذا الامر يعني طبعا هذه الايديولوجيا تمددت واخترقت قطاعات كبيره جدا من المجتمع المصري وعايزه تطهير، يعني السموم تركوها. طبعا لو نتكلم على القيم العليا ما هي موجوده طبعا في الاسلام، الشورى والعداله والحريه والمساواه وان افضلكم عند الله اتقاكم، القيم العليا موجوده، انما فكره ان في تفاصيل الحياه تسير امور الحياه في الاقتصاد والاجتماع والسياسه هذا امر غير حقيقي. دي الخدعه الكبرى اللي هم دسوها، عايزين نطبق الشريعه الاسلاميه، الاقتصاد الاسلامي، مش عارف ايه الاسلامي، كل حاجه بقت اسلامي، لدرجه مره واحد صاحبي عمل حاجه اسمها المشروب الاسلامي، كان واخد توكيل احد المشروبات يعني الغازيه وسماه المشروب الاسلامي، يعني حاجه كان بقى وصلنا لمرحله من مرحلات الهزل اللي هو ايه عملها الاخوان، وفكره الاسلام هو الحل، وكان هناك نظريات اقتصاديه وسياسيه واجتماعيه قائمه وتفصيليه. هذه الامور زي ما قلنا في قيم عليا بتحكمها، انما التفاصيل مش موجوده. فحتى اذا كان الاخوان انتهت كتنظيم فالايديولوجيا والسموم اللي تركوها داخل المجتمع العربي والاسلامي محتاجه تطهير، محتاجه نزع هذا السم من جسد المجتمع العربي والمسلم، مش الاسلام ذاته. الاسلام ذاته كدين، كعبادات، كطقوس، كاخلاق، ككليات، كمقاصد عليا لا ليس عليه شيء. ولكن فكرة ان انت عايز تعمل وصاية باسم النص وانت اللي بتفسر النص وبتأوله، والنصوص زي ما قلنا حمالة اوجه زي ما قال علي بن ابي طالب، القرآن كتاب بين دفتين لا ينطق بلسان ولكن ينطق به الانسان، وهذا كان طبعا قلناه في العملية السياسية، وقلنا ايه قال سيد قطب وايه قال ده وايه قال ده، وقلنا في النهاية ان في مش تفاصيل وان كلها اجتهادات بشرية، فما ما تديش لهذه الاجتهادات البشرية سلطة السماء، لانها ليست سلطه السماء في النهايه، هي اجتهادات ايه بشر، ومن حقنا كبشر ان احنا نجتهد اجتهادات اخرى ونطور حياتنا بناء على قيم عليا اللي هي زي ما قلنا العداله والمساواه وغيرها من الايه من الاهداف الكليه العليا. الايديولوجيا تنظيم يعني اعتقد ان هو ربما في
السنوات القادمة مع انتهاء أعمار هؤلاء الناس ربما ينتهي، ولكن أنا كنت أتمنى أن يكون هناك درجة من درجات الرشد والتضحية، أو مش تضحية يعني الذكاء اللي عمله ناجح إبراهيم وكرم زهدي من 97 ل 2002، وكانوا بقى وصل درجة من النضج، كان بقى لهم 17 سنة في السجن، وكان دخل السجون من تنظيم الجماعة الإسلامية طبقا لبعض الأرقام اللي قالها بعض الأجهزة 23,000 واحد، كان في ظل اعتقال سياسي لأنه كان بيمارس عنف طبعا وبيقتلوا ضباط شرطة وحاجات زي كده، دخل في مواجهات مع الجهات الأمنية. وبناء عليه حصل صفقة وبدأوا 5 سنين يعملوا مراجعات الفكرية، وهم ما طلعوش من السجن، خلي بالكم هم ما طلعوش من السجن لأنه طبعا كانوا متورطين في قتل السادات وموضوع أسيوط واللي حصل في أسيوط، وبناء عليه إن هم بقوا في السجن بس طلعوا 23,000 واحد تباعا طبقا لهذه المراجعات، وان هم هيكفوا عن العنف وموضوع تغيير المنكر. وانا طبعا هي مش مراجعات فكريه، هي مراجعات فقهيه، بس ايا كان انه اعفى هؤلاء الشباب اللي هم دخلوا السجون في ظل حماسه وفي ظل يعني خطابات عاطفيه، واندفعوا في مواجهه الاجهزه الامنيه تحت برضه شعارات دينيه، ولكن في النهايه استطاعوا ان هم يفكوا هذه المعضله ويخرجوا على شمال السجن. لو الاخوان حلوا التنظيم طبعا الدكتور فهم هيفضل في السجن، ولكن على الاقل كثير من الناس اللي هي تهمتهم الوحيده الانتماء الى جماعه ارهابيه والانتماء الى جماعه محظوره ستصبح هذه التهمه لا محل لها من الاعراب، لان هو خلاص هيبقى التنظيم اتحل. لو هم عندهم درجه من درجات الرشد يعملوا زي ما عمل كرم زهدي وناجح ابراهيم ويحلوا التنظيم، قرار واحد حل التنظيم على الاقل التنظيم المصري، وبناء عليه تباعا ستصبح امام القضاء قضيه الانتماء غير موجوده، لان التنظيم نفسه تم اتحل، وطبعا مش هيحلوه كده وهمي، طبعا الاجهزه عندها قدره انها تعرف في اجتماعات ولا مفيش اجتماعات، في اسر ولا مفيش اسر، الامور دي من الصعب يعني حجبها. فلو هتحل التنظيم هيبقى اتحل التنظيم ايه فعلا، وتفكت الاسر وتفكت المكاتب الاداريه، لان مفيش دوله تقبل ان يكون في تنظيم موازي بالسمع والطاعه لافراد داخل هذا المجتمع وهذا الدوله. يبقى في مؤسسات دولة وفي تنظيم الناس من بيعها السمع والطاعة، هذا الأمر غير مقبول ولن يقبل تحت أي نظام سياسي لاحق. اللي حصل أيام السادات في ظل ظروف معينة والتوافقات، أو اللي حصل مع إبراهيم عبد الهادي كل ده، أو اللي حصل مع مبارك في ظل وضع عالمي مختلف، هذه الأوضاع كلها تغيرت. حلوا التنظيم ويعفوا الشباب من الحرج ورفعوا عنه الحرج، وربنا يقدم ما فيه الخير لمصر إن شاء الله. شكرا جزيلا.